شايفين هنا كده في كسر في الايد اليمين ما بين الهيومرس والريديس والأرنب، الجوينت كده في المنطقة اللي فوق الجوينت شوية، منطقة الجوينت شوية كده. طبعا احنا هنعمل فيكسيشن، هنعمل فيكسيشن دعامات، في دعامات احنا جايبينها عاملينها ده، وهقولك ازاي عملناها بعد كده. وبعدين نبدأ نلبس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة من ايزي فيت كير. اولا احب اشكر برضو كل الناس اللي بتشير الفيديو او بتدعمنا بلايك او بسبسكرايب او بكومنت، ده بيكون حافز لينا ان احنا نستمر. اتكلمنا في حلقات فاتت عن امراض دواجن التسمين، واتكلمنا عن دورة دواجن التسمين، واتكلمنا عن اخطاء شائعة بتحصل مع المربيين في المواشي، وعن دراسة الجدوى في دواجن التسمين. النهاردة الحلقة هندخل فيها كيس، انا كنت وعدتكم بحلقة عن القطط، عن البيتس او كده، ان شاء الله هتبقى حلقة قريب باذن الله. بس الكيس بتاعت النهاردة هي كسر جاي في تيس كبير هولندي، سلالة غالية شوية بيستخدموها هنا في التناسل، يعني بينتج منها سلالات تانية. الكسر جاي في الفور ليمز، جاي في المنطقة ما بين الهيومرس والريديس والألنا فوق الجوينت حاجة بسيطة. طبعا عامل انفلاميشن في الجوينت، طبعا هو وزنه تقيل حجمه كبير. في الحالات اللي زي دي بيفضل ان احنا يكون في يعني تدخل جراحي، بس طبعا احنا في طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما كل الناس اللي في الفيلد وفي المجال عارفين، في الطب البيطري بالذات انت بتحاول يبقى الكوست بينفيت اقل شوية في العلاج، علشان ما يحسش المربي ان هو اخد حاجة غالية قوي او اخد حاجة اوفر قوي. تمام، فاحنا استخدمنا دعامات بلاستيك مقوى، لفيت عليهم حاجة زي اللي هو التيب بتاع الكهرباء او اللزق بتاع الكهرباء، الدعامتين، وثبتنا بيهم الاجزاء اللي هي يعني هنقول كده الجزء ده والجزء ده من عظمة الريديوس والألنا، وخدنا منها حتى كمان من المفصل عشان المفصل ما يبقاش فليكسبل، ما يبقاش فري، حتى لما الورم ينزل او حاجة كده كده الجبس ضغط قوي جدا، فالورم مهما ينزل هيبقى الدعامات دي ضغطة على الجبس. استخدمنا طبعا، ادينا حاجة زي الفاندامين، وادينا حاجة زي سوري البين ستريب، اديت انا يعني فضلت ان انا ادي سيفتي بيور، ادينا سيفتي بيور 8 سنتي، وادينا فاندامين 4 سنتي لان هو كان حجمه كبير شويه. وطبعا عملنا باندج يعني عملنا لفينا القطن الاول، بعد كده لفينا الشاش، سوري لفينا القطن الاول، بعد كده لفينا الجبس، تضغط على الجبس كويس جدا علشان تشدوا عليه كويس جدا عشان يعني يبقى حاكم الكسر كويس، يبقى حاكم الرجل كويس او الايد كويس، ما يخليهاش تتحرك يمين او شمال. المهم جدا انك تحاول تحدد مكان الكسر، طبعا احنا عشان مش متوفر امكانيات ان احنا نشوف الاكس راي او كده، بس طبعا مكان الكسر كان واضح جدا بالنسبه لي، مجرد ما حطيت ايدي في مكان عرفت مكان الكسر فين. ان شاء الله، بس اتمنى ان الناس تتابع الفيديو لغايه الاخر. ده بالنسبه لما يخص الكسر، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في كيسز تانيه، في معانا كيسز كتير موجوده، بس هي الكيس بتاعت النهارده دي ان في ناس كتير طلبتها مني، الكسور ممكن تتعامل ازاي معاها او ممكن تعالجها ازاي. فاتمنى ان تكون الحلقه مفيده، وان شاء الله اكبر عدد من الاطباء واكبر عدد من الناس يستفيد منها، حتى كاسعافات اوليه للناس ممكن يبقى مش طبيب، بس لما يحصل كسر زي كده حاول على قد ما تقدر انك تربط الاطراف بتاعت الحيوان اللي ما اتكسرتش، لو انت عايز تجبس او كده حاول تربط الاطراف اللي ما اتكسرتش، يعني الثلاث ارجل اللي باقيه او الرجلين اللي ورا مع الايد اللي قدام تربطهم مع بعض. تمام، بحيث ان هو يبقى حركته تبقى قليله جدا، حاول تسيطر على ان هو ما يحاولش يقوم او يقعد او كده عشان ما يبوظش الدنيا اكتر.
ابقى بنصح برضو اي حد يقابل كسر وبدا يحصل معاه ورم او انفلاميشن او كده يتدخل بحاجه زي الفلونكسين، حاجه زي الفندامين، حاجه زي لو يفضل لو عنده حاجه زي الفورزامايد يتدخل بحاجه زي الفورزامايد، لان هي في الاورام بتبقى اقوى شويه، لغايه ما يروح للطبيب المختص ويبدا هو يعالج له الكسر. في ناس بتجبر الجبيره بدائيه، بتحط الدعامات اللي حطيناها دي وتربط عليها بشاش كده وخلاص، بس هو طبعا صاحب الحاله دي لانه كان الحاله طبعا هي غاليه عليه شويه فاحنا اشتغلناها. ويفضل طبعا الجبس لان الخشب اللي بيركب ده وبيتحط عليه شاش ده حاجه مش صح ابدا يعني، ومش قويه زي الجبس يعني. تمام، فاتمنى للجميع ان شاء الله باذن الله الاستفاده من الفيديو، وبرضه ما تنسوش تدعمونا بلايك وبسبسكرايب وبشير، وانتظرونا في فيديوهات جايه ان شاء الله. واسيبكم دلوقتي مع الفيديو. ثلاثة اللي فوق خارج الشارع. إذا شوية سهل طبعا حاكم الدعامات بس عطاء كويس تحت الجلد في الأرنب، شغلنا بطن على قد ما نقدر، مشيت الجبس عليه كويس. نحاول نشد الجبس كويس عشان نقدر نثبت الايه؟ نثبت الايد كويس. شكرا. زحية خلافي. زحية طيب. امسك بس تحت كويس. امسك تحت بس ارفع فوق. زحية. زحية هنا خلاص امسك هناك بس. ايوه ثبت هنا. شد عليها يا دكتور.
ايجابي. مش كله مش كله بس شوية بس بس كده خليك ماسك كده شوية ما تسيبش ينشف شوية خليه ماسك شوية لازم ينشف ايه شوية ما فيك خليه امسك انت ها امسك ما فيك هنا خلي انا يمسك هنا انا يمسك انت امسك هنا خلاص انا طبعا بعد ما شفنا الفيديو بعد ما خلصنا الجبس بالكامل بنفضل مثبتين الرجل يعني ما بين 5 لـ10 دقايق علشان الجبس يمسك كويس. الرجل في مرحلة ان انت او الايد وانت ماسك كده في الوضع اللي هو بعد الجبس ده مباشرة يفضل انه ما يتحركش لان دي اهم وقت الرجل لو ثبتت فيه والجبس مسك كويس في مكانه ده هيخلي الجبس يستمر كويس ويخلي الجبس يكون افضل بكتير. طبعا كل ما كان الجبس تقيل على الرجل كل ما كان حركة الايد او الرجل دي كل ما كانت الحركة اقل حركته هتقل مش هيقدر ان هو يتني رجله يحاول يتني رجله او يحاول ان هو يجري عليه او يتحرك هيبقى دايما بيحاول في معظم الوقت يبقى قاعد. فان شاء الله باذن الله الحالة دي تتعافى باذن الله. طبعا احنا بعد ما ادينا الفينوكسين وبعد ما ادينا السيفتي بيور ادينا برضو كالسيوم سبلمنت تمام. وبس دي كانت حلقة النهاردة اتمنى ان كانت تكون فيها فايدة للجميع. وفي نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.